المجرد يدلي باعترافات صادمة خلال جلسة محاكمته لليوم. شهدت الجلسة اليوم من أطوار محاكمة الفنان المغربي سعد المجرد بباريس بتهمة اغتصاب الشابة لورا بريول تطورات مثيرة جدا، حيث أدلى المعلم باعتراف غير مسبوق. وحسب وسائل إعلام فرنسية فإن سعد المجرد اعترف بتعاطيه للكوكايين والكحول خلال الليلة التي شهدت حادثة الاعتداء الجنسي المزعومة، مؤكدا أنه فقد أعصابه عندما بدأت لورا بالصراخ وأرادت الهروب، إذ كان متخوفا من حضور الشرطة وتطور الأمر إلى الأسوأ. وأضاف سعد المجرد في إفادته أمام القاضي أن لورا فرت إلى الحمام وطلبت منه عدم لمسها ومنحها ثلجا لتكمد إصابتها، حيث ساعدها في ذلك نفيا أن يكون قد منعها من الخروج من الغرفة لكون الباب لم يكن مغلقا بالمفتاح، كما أنه منحها مبلغا ماليا لتأخذ سيارة أجرة وأهداها سوارا ذهبيا كاعتذار منها. وأعرب الفنان المغربي سعد المجرد عن ندمه لما صدر عنها، مشددا أنها رافقته برضاها وتبادل القبل طويلا عن طيب خاطره حتى ظن أنها موافقة على مضاجعتها.